أصدر الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا وثيقة ضمنها رؤيته لواقع ووضعية التعليم العالي في البلاد وأبرز المشاكل والتحديات الماثلة أمامه. ودعت الوثيقة إلى خلق مناهج تربوية قادرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة وتوفير الغلاف المالي الكافي للنهوض بوضعية التعليم العالي في البلاد. التفاصيل نتابعها في هذا التقرير. الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا ينشر رؤيته لواقع التعليم العالي بموريتانيا ويكشف خلالها أبرز المشاكل التي تعاني منها منظومة التعليم العالي بالبلد، مؤكدا على ضرورة خلق مناهج تربوية ثابتة قادرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة اليوم. الوثيقة تناولت بشكل تاريخي تاريخ التعليم العالي ونظام LMD بشكل خاص والمراحل التي مر بها ومستويات تطبيقه في المؤسسات التعليمية. الوثيقة التي أصدر الاتحاد الوطني دعت إلى توفير الغلاف المالي الكافي لتغطية النفقات والتكاليف المطلوبة في هذا المجال وإيجاد طواقم ذات كفاءة عالية للتدبير الأمثل للماستر وفتح الماستر في كافة المؤسسات وفي جميع التخصصات بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين. الاتحاد طالب في وثيقته بفتح ماسترات مهنية خصوصا في كليتي التقنيات والاقتصاد والمعاهد العليا المهنية وتوفير اللوجستيات الضرورية من مختبرات ومنظومة معلومات متكاملة وإيجاد مكتبة عصرية لخلق مناخ موات للبحث العلمي الذي هو مرتكز العملية الأكاديمية الفعالة وضبط مواقيت الانطلاقة والإغلاق سنويا بالنسبة للماستر واحترام الآجال المقررة للتخرج. هذا وختم الاتحاد الوطني وثيقته برؤية للحل، طالب خلالها بخلق مناهج تربوية ثابتة قادرة على مواكبة التطورات العلمية المتسارعة وتوفير الغلاف المالي الكافي لتغطية النفقات والتكاليف المطلوبة في هذا المجال وإيجاد طواقم ذات كفاءة عالية للتدبير الأمثل وفتح الماستر في كافة المؤسسات وفي جميع التخصصات بما يضمن استيعاب أعداد كبيرة من الخريجين الذين يتخرجون سنويا من الجامعات الموريتانية على حد تعبير الوثيقة. وللتعليق على هذا الموضوع معي هنا في الاستديو حبيب الله القالبي العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، أهلا وسهلا بكم. بداية، انطلاقا من الوثيقة التي أصدرتم في موريتانيا، ما أبرز التحديات الماثلة أمام التعليم العالي في البلاد؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على النبي الكريم. طبعا شكرا لتحت هذه الفرصة. الوثيقة اللي تحدثت عنها تتضمن رؤية الاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا لواقع الدراسات العليا في موريتانيا، خاصة مرحلة الماستر هي اللي ركزت عليها وفصلت فيها لأنها مرحلة مهمة ومفصلية في التعليم العالي في موريتانيا منذ بدء تطبيق نظام LMD اللي هو نظام ليسانس ماستر دكتوراه. ومرحلة الماستر منه تعاني من جملة من المشاكل، طبعا النظام واكبته مجموعة من المشاكل، لكن أكبر هذه المشاكل وأهمها هذه متعلقة بمرحلة الماستر لأنه ظل عصر على كنا سنأتي على ذلك، لكن ما هي أبرز التحديات الأخرى قبل أن ننتقل هذه النقطة؟ طبعا التعليم العالي في موريتانيا يعاني مجموعة من التحديات، فيها تحديات أكاديمية تتعلق بمناهج التربية والتعليم اللي فاصلة في تحديث وفاصلة في مراجعات شاملة، تتعلق بالبنى التحتية للتعليم العالي، فيه مجموعة من الأمور الخدمية اللي تمس الطالب يوميا وتمس حياته، كيف مشاكل المنح اللي تتفاقم يوم بعد يوم بسبب سياسات ارتجالية اللي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أيضا مشاكل خدمية تتعلق بغياب إلى حد الساعة حي جامعي في المركب الجامعي الجديد. هذه المشاكل ايضا تتمثل في عدم صرف المساعده الاجتماعيه للطلاب خلال السنه الماضيه، ومجموعه من المشاكل اللي ادت ان الطالب الموريتاني الان يعيش في مرحله وضعيه صعبه جدا ما تتمكنه من انه يمارس الدور المنوط به وهو عمليه البحث. طيب، كل هذا اضافه الى نظام الماستر الذي يعتبر حديثا بشكل نسبي في موريتانيا، يعني ما التحديات التي تواجه هذا النظام اليوم وبعد سنوات من تطبيقه؟ هذا النظام يوشك ان يكمل 10 سنوات من تطبيقه، ولا زالت كما قلت في مجموعه من المشاكل عصيه على الحل. من ابرز هذه المشاكل واهمها ما هو حاصل في مرحله الماستر بالذات، حيث أن الناس الطلاب الخريجين من مرحلة الليسانس والحامل السنين على شهادة الليسانس عندما يحاولون الولوج بها إلى سوق العمل يجدون أمامهم عقبات كثيرة، لأن نظام الوظيفة العمومية الموريتاني يساوي بين شهادة الليسانس وشهادة الدراسات الجامعية العامة اللي هي المعروفة في النظام القديم بدق، وهذا اللي خلى مجموعة الخريجين من الجامعة هون
تجد أمامهم فرص العمل، فرص ونشر سوق العمل ضعيفة جدا، وخلى أيضا ما هم قادرين يولجوا لمرحلة الماستر، لأنها من أصل 8 مؤسسات تعليم عالي عندنا هنا في موريتانيا تعود فيها الماستر، 4 منها لا توجد فيها بشكل نهائي، وثنتين منها وجدت فيها مرحلة معينة وتم إغلاقها بقرارات ارتجالية من الجهات المشرفة، وتسير حتى الآن بشكل ضعيف جدا في المؤسستين الباقيتين. طبعا هذا اختلال كبير ينتج عنه المنظومة التعليمية انها عكس ما يشاء، ما تشيع الجهات الوصية على انها متباركة مع ايجاد حلولها. احنا من الساعة اللي في ظل هذا التوجه الجديد لوزير التعليم العالي والبحث العلمي، والطلاب تواجههم المشاكل يوم بعد يوم ويعانوا وتتفاقم معاناتهم. طيب هذا التشخيص، يعني هذا التشخيص الذي قدمتم والذي تحدثت عنه الآن والذي قدمتموه أيضا في الوثيقة التي أصدرتم، يعني أين هو من الإنجازات والمشاريع التي تحققت يعني أنشئت في مجال التعليم العالي؟ هذه المشاريع كيف مثلا؟ هناك مشاريع تتحدث عنها، يتحدث عن الجهات الرسمية. للأسف الشديد نحن الطالب الموريتاني اليوم اللي ننزل ميدانيا للجامعة أيا كانت في المركب الجامعي الجديد، والله الجامعة القريبة هون، يجبر طالب في معاناة يومية وفي دوامة من المشاكل يبدأها من الصباح الباكر ولا تنتهي إلا مع قرابة إشراف الليل على الانتصاف. هاي دوامة المشاكل اللي يعيشها الطالب يوميا تجعله وقته مشحون بمحاولة فقط الوصول إلى الجامعة أو محاولة العودة منها، هذا يجعله طبعا لا يقدم إبداعات في مجال البحث العلمي، لا يقدم إبداعات دراسية، لا يقدم إبداعات في مجال التكوين أيضا حتى في البنى التحتية. إنشاء الجامعة في حد ذاتها ليس إنجازا؟ إنشاء الجامعة على بعد حوالي 15 كيلومتر من العاصمة، ويعاني الطلاب يوميا من الوصول إليها بدون أن تواكب بحي جامعي يمكن الطلاب من السكن قريبا من الجامعة، بدون أن تواكب بأدوات نقل تيسر. طيب ماذا تقترحون؟ احنا قدمنا هذه الرؤية في قضية الماستر، وقدمنا فيها تشخيص للواقع اللي موجود حاليا، قدمنا فيها مجموعة من الحلول نراها حلول ضرورية وعاجلة، وأولها بالضبط أنه يتم طيب ماذا تقترحون بالنهوض بالتعليم العالي؟ يتم فتح الماستر في البلاد في المؤسسات المغلقة فيها حاليا، خاصة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والمعهد العالي للدراسات والبحوث الإسلامية، يتم إيجاد كادر تربوي قادر ومؤهل على أنه يقوم بالعملية الدراسية على أحسن وجه، ويتم أيضا توفير غلاف مالي كافي لإدارة العملية الماستر في مختلف مؤسسات التعليم العالي. هذا طبعا بالإضافة للاستجابة للاستفادة من التجارب اللي كل هذه مطالب واقعية في رأيك؟ دول الجوار اللي تمكن مطالب واقعية، هذه جملة طبيعي يعني. جدا أنها مطالب واقعية، ولا يتساعد لأنه الاستثمار في الكادر البشري هو أساس عملية البناء. طيب حبيب الله ولقاه الأمين العام للاتحاد الوطني لطلبة موريتانيا، شكرا جزيلا لك وعذرا على المقاطعة نظرا لضيق الوقت.